عشر فوات. لا اسمي انا كنت لا مستحيل، هاي الحلقة تتسكر. خلنا نشوف الصورة اللي بعدها. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوا. انسوا الكتابة انها فيها غلط. خلنا نشوف شو عندهم خسيس. هبة هبة علم العراقي هبة. هبة 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 مع الهبة مع هلا راجل بول. مرحبا، السلام عليكم يا اخوان، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. خلينا نبدا تشاهدوا هاي الحلقه. هاي الحلقه برعايه متابعيني الاساطير. الحلقه هي عباره اني طلبت من المتابعين على الانستغرام يكتبوا اسمي باماكن غريبه ويصوروها ويرسلوا لي الصوره على الانستغرام، فوصلني كم كبير من الصور. وتعالوا نشوف انا وانتم، شوف المطانيخ اللي عندي وين كتبوا حسن يوسف الاسطوري اللي ما يتكرر. لا عصا. فما بطلع لكم اكثر. الله يسعدكم، عايز حسابي على الانستغرام، الكل يعمل لي فولو. راح اعمل تحدي ثاني ولكن مواقف محرجه او مشاكل متابعيني، وراح نعمل حلقه كثير حلوه اسطوريه. يلا نروح نبلش التحدي. ليتس جو. اوكي يا جماعه، خلونا ناخذ اول صوره ونشوف الصدمه. بسم الله. حسن اليوسف، هذا شاب ولا بنت كاتب على ظهره؟ ليش عم طلع لتحت؟ والله لا شعوريا ما بعرف نزلت لتحت، اخي النية بسخة. حسن يوسف، اوكي هذا شكله شاب، ما اظن بنت انها تعمل هاي الحركة. شاب حلو، شوفوا الغمازات، في ناس جد عندها غمازات من ورا، هذا عنده غمازين من ورا، كفو عليك. الصورة اللي بعدها بنشوف انه اسم حسن اليوسف مكتوب على جل. مين بسمع بجلة معروف؟ بس كيف وسعاني تكتبها حسن اليوسفية؟ مو مبين الكلمة صح، لأنه القل يعني هيك حجمه، فمكان غريب وحلو بصراحة، عجبتني حبيت. منشوف الصورة أو الصدمة اللي بعدها. أوه حسن اليوسف، أوكي شو هاي العلبة؟ علبة دواء؟ شو هاي؟ والله ما عرفتها، ما بعرف شو هاي، أظن معطر فم أو دواء أطفال أو كذا هيك، أحس إنه تشبه علبة دواء بصراحة. مكان متوقع يعني، مكان انها تكتب على علبة دواء وشي، بعطيها 4/10. الصورة اللي بعدها مكتوبة على صحن، سوراقين للموت حسن اليوسف سوراقين. ولك عاش. بس لحظة، بتعرفي عزيزتي البنت اكيد هي شغل ايدك، لو امك شافت هذا الصحن عليكي وعلى حسن اليوسف. لا بس فكرة حلوة، على صحن طعام طبعا، هي بتصير فاتح للشهية ينصح فيها الأطباء يعني. طيب مش أمزح، منروح للصورة اللي بعدها. أوكي هي مكتوبة على صوبة كهرباء حسن اليوسف. كمان أنت عزيزي الشاب أو عزيزتي البنت، هي الصورة إذا شافه أبوك ليخرق عليك ويخرق على حسن اليوسف اللي خلاك تكتب على الصوبة. شو هاي؟ كرتونة؟ لا هاي محرمة يا معلم. حسن حسين اليوسف. بصراحة هي الفكرة كتير قديمة، انك تكتب اسم على محرمة، لانه وقت كنا مراهقين صغار كنا نكتب ارقامنا على محرمة ونعطيها لبنت او كذا، يعني بتعرفوا هاي السوالف الخبيثة. فبصراحة بعطيها 1/10 هاي الصورة، لانه كتير قديمة هي الفكرة، فكرة المحارم. بسم الله شو هاد؟ حسن اليوسف ملك ملك اليوتيوب. ولك عاش، خصيصا انها زبطت لي الوضع، ملك اليوتيوب مثل ما شايفين. الصورة اللي بعدها بسم الله، ما في ولا شيء، مو مكتوب على شيء. ترى عادي يعني، بعطيها 1/10. اوف محشي او دولمة، اظن هي هي الدولمة العراقية. خلينا نشوف شو مكتوب. حسن اليوسف ابو صبوحة سوراقين. ولك عاش. حلو حبيت، بس والله هاي الورقة ترى ما لازم تنكب قسما بالله، يعني شوفوا كلها زفار والطبخة باين شكلها كتير ذكي، بنجان ورز وكوسة ملفوف. شو هاد؟ احكولنا والله انا كتير مشتهي دوق الدولمة. مو هي دولمة؟ حلوة، قيمها 9/10. حلو حبيت الفكرة.
شو هاي حسن اليوسف جديد مضغوط شهد محارم نعومة وأمان لطيفة على البشرة محارم المنشفة الصحية النسائية كبير بالأجنحة بحواجز جانبية 10 فوط لا اسمي أنا ينكد لا مستحيل هاي الحلقة تتسكر اسمي ينكتب على حس إهانة إهانة ولا مكان غريب وأنا قاعد بقرا فكرت على علبة محارم فكرت شغل احترام آخر شي بيعطيني 10 فوط لا يا ربي لا لا هاي الصور لا لا هاي أشيلها بالمونتاج يا ولد راحت الهيبة طيب خلونا نحسن النية بأنه اللي كتبها أو اللي كتبتها أنه مكان غريب عرفتوا 0/10 الله يخرب بيتك مو هيك طيب طيب مو احترميني احترمي المشاهدين خلونا نشوف الصورة اللي بعدها واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني الله يخرب بيتك لا ما ظل احترام ابدا لا اله الا الله الصورة اللي بعدها اوكي شوف 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 اللمسات الحلوة الظريفة واو حلو كثير يا اخي الحنيه الرومانسيه الذوق الفهم الاخلاق شوفوا كاتبتها على ورقه وضايفه جمال للورق انه حرقتها هيك من الاطراف عاطيه للصوره جماليه كثير كبيره عن جد كثير حبيت حلو هاي الصوره انا بعطيها كجماليه بعطيها 9/10 قسما بالله حلوه حبيت رح خليها خلفيه جوالي الصورة اللي بعدها حسن اليوسف حلو كاتبها على ايده الله يستر ما يكون بنية بس لا مو شكله شكل بنية كل هالشعر يعني ما خرج معلم ما تزبط يعني خرج يكون بنية ليش حاسس انه صاحب الصورة هي بنت ما بعرف ليش بس لا 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 شاب شاب ما في بنية عندها كل هذا الشعر بيدها ومو معقول انه ما تنظف نفسها اللي بعده شوف 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 الفرق بين ايد البنية وايد الولد يعني شوف هون كياتي نظافة بس ما في أظافير وكذا طوال يعني بس حلو حسن اليوسف فديت فديت لا حلوة عن جد يعني الصورة كيوت الله يجيرنا اليوم الصورة اللي بعدها بقيمها 5/10 5/10 بعطيها خلنا نشوف الصدمة اللي بعدها حسن اليوسف ما شاء الله أحبكم الله الذي أحببتوني فيه أنا بحب هيك الصور اللي بيكون فيها أخي هيك بتحس إيمان هيك هيك خلنا نشوف الصورة اللي بعدها يلا المقدمة المجانين لا يحتاجون لمقدمة يحتاجون لحذاء حسن اليوسف What the fuck لا هي بدها تقل بدها هيك كذا تعطيها الوضعية الشخص اللي بس بدها هيك مسبحة حلو هاي الصورة أنا هاي الصورة بحكم إنه ماشية على الكلام بعطيها 10/10 يا برو حلو حبيت المقدمة المجانين لا يحتاجون لمقدمات يحتاجون لحذاء حسن اليوسف لا لا أخي التواضع لا ما يصير استغفر الله انسوا الكتابة إنها فيها غلط خلنا نشوف شو عندهم خسير شو في خسير؟ والله خسيلكم ملون ترى شي حلو احمر ازرق اخضر ما يسلت خسير اللي انا غلطان يصير يعني نكشف خصوصيات الناس بس يعني الوان زاهية يا اخي اوه يسعد دين الهيبة دخيل الله يا شباب البنت الهيبة انا بحبها حسن اليوسف يا ريتني يا ريتني خرطوش في فردك خرطوش لا حلو جد انا بحب هيك الصور بكون فيها ارتجال بس والله خاف يكون فرد خردق يكون هون اكلنا قنادر
شوفوا يعني منقل الاظافير كذا امور سليمه يعني حبيت. اوكي حسون هذا كاتبه حافر حفر على خشب حلو كثير والله والله حلو. يا ريت عندي هيك تو مكتوب عليه حسون حلو بحب هيك شيء. بعطيها 7/10 يا معلم حلوه. اوه شوف الرومانسيه شوف 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 وين كاتب الاسم جوا جوا في لبلوب لبلوب الورده حسن اليوسف يعني من عندي بتاخذوا اصنص الورد يعني هاي الصوره واللي حط صوره على الحذاء صوره يسعد دينك يا زلمه ارحمنا شوي حسن اليوسف عصاب لا يا شباب بدنا شوي نهدي شوي يعني محارب صابون 10 فواط كذا الوضع ما يطمن عشان هاي الصابونة وين راح تروح طيب اوكي 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 حلو بعطيها 3/10 تحية تحية لهذا العلم العظيم علم اخواتنا الاشقاء الاخوة العراقيين خلنا نشوف شو مكتوب حسن اليوسف وهون شو مكتوب ما بعرف الله طبعا فخر والله فخر انه ينكتب اسمي هيك حرف من اسمي على علم مثل علم العراق الله الله اكبر هي كبيره يا اخي هي كبيره خلينا نشوف اللي بعده اوكي خالص ما ضل ولا شيء خلينا نعيدها هيك ناخذ نظره هيك حلوه له عملوا لي سكرين شوت للشاشه عملوا لي تاغ على الانستغرام الله سلام هبه هبه علم العراقي هبه 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 بعد هبه بعد مح هلا اوكي يا جماعه لو كنت انتهت حلقتنا لليوم اتمنى تكون نالت اعجابكم طبعا وهذا اللي كتب اسمي على الحذاء واللي كتبت اسمي على المحارم النسائيه فراح نقول الله يسامحهم اتمنى الشيء ما يتكرر يعني احراج كان بس يعني عادي مكان غريب هو بالنهايه والله لا 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 شككم شك استنوا على انستغرام حسابكم فلو كنت حلقتنا اليوم اتمنى تكون نالت اعجابكم ولا سكر هذا المقطع ارجوكم الكل يشترك بالقناه اذا ما مشترك وهي اسمي على الانستغرام روح اعمل لي فولو واعطيني افكار مقاطع اصورها والغي الاشتراك رجع اشترك حتى نحل مشكله القناه وخمس كومنتات وعزتكم كثير معي الله يسعدكم تحيه للجميع سلام عليكم وينه وين وين هذا الواطي اللي كتب اسمي على وينه وينه عمي شو راح اسوي لك فيه Resist